طلبنا جريد 7. راح نكفي عنكم بدرس ايكويشن. راح نلخص الستبس الخطوات لسولف لاي ايكويشن اللي هني كالتالي. اولا نعمل اكسباند للاكسبريشنز ذا تو سايدز، يعني اذا كان في عندكم بارنتيسز اقواس وفي قبل منه ساين اور نمبر في اشاره او في رقم لازم نعمل لهم اكسباند. وهذا الحكي اخذناه معكم بالجبريك اكسبريشن، كيف بنعمل اكسباند ل مونوميالز بجبريك اكسبريشن او مونوميال بمونوميال اخذناها وفصلناها كثير. ريديوس اذا سيميلر تيرمز، قلنا اذا في كان عندي مونوميالز كانوا سيميلر فقلنا بنعمل لهم عمليه الاديشن اور سبتراكشن، فكل شيء بيشبهوا بعضهم من هن سيميلر تيرمز بنسميهم بناخذهم على بنشوف نحاول نعمل عمليه الاوبريشن. نمبر 3 بنعمل جروب ذا اناونز ان ذا سايد اند اناونز ان ذا اذر سايد. جروب يعني بنعمل تجميع، بنجمع الاناونز بسايد، يعني كل شيء مجاهيل عندنا اللي هي اكسات او الوايات، يعني انا هو عندي اكس او واي او زد راح يكون عندي اناون واحد، فكلهم باخذهم على سايد والناونز الارقام باخذهم على الاذر سايد. نمبر 4 when we transferring، اذا قمنا بعمليه ان بدنا نبدل من سايد لسايد the terms from one side to the other side، يعني اذا قمت بالتبديل من سايد لعند سايد ثاني we change their signs، شو قلنا على الساين؟ من نغيرها من عدلها، يعني اذا كانت بلس بدي انقلها على other side لازم تصير ماينس، واذا كانت ماينس نقلتها صارت معي بلس. تمام. 5 we find the result، ونجد الناتج. فهدول هن ملخص للجنرال فورم. هاي هي جنرال فورم ما حكينا عنها، بس ممكن انه يعني تكون سهل كثير ممكن تكون تصعب علينا شوي، فنحن حكينا بصيغه عامه. هلا لخصنا كل الستبس الخطوات لسولف الايكويشن، قلنا نعمل اكسباند، فممكن يكون هو في بارنتيسز ممكن يكون هو في بارنتيسز، لازم اعمل اكسباند، يعني لازم انا فكهم اعمل لهم اكسباند انشرهم لهدول البارنتيسز الاقواس لحتى يصير معي بس عندي اكسات والنمبرز. الخطوه الثانيه اللي بنعمل ريديوس، بنروح على كل سايد لحال، يعني على السايد الاول بعمل له ريديوس اللي بنجمع معي اللي بنطرحه معي بعمل له اديشن اور سبتراكشن باول سايد وبالاذر سايد كمان نفس الشيء. ثلاثه نعمل جروب، وين بشوف وين في اناونز، اذا في هذا السايد وهذا السايد في اناونز فبجيب الاناونز لعند بعضهم وباخذ الساينات وباخذ الناونز لعند الاذر سايد. الرابع هو عباره عن ترانسفيرنج، الا انا لما نقلت او بدلت من سايد لسايد ما بنسى الاشاره لازم اعمل لها تشينج. واخر شيء بنعمل فايند ذا ريزلت. هاي باختصار يعني الخطوات اللي لازم كثير ننتبه عليها، وقلنا كثير مهم عندي بالايكويشن لما بدي اعمل عمليه تايمز اور عمليه ديفايدد لازم انه اعملها على تو سايدز ما ولا على وان سايد. تمام. هاي اهم فكره وكثير هامه، يعني ما تخلطوا فيها، يعني انا اذا هون بدي اضرب بهذا السايد بدي اضربه بماينس 1 لازم السايد الثاني اضربه بماينس 1، هون ضربناه بماينس 3 هون بماينس 3، فلازم يكونوا التو سايدز ابدا عاملوا نفس المعامله تماما. هلا بعد ان شاء الله تعالى راح نحل ان يكون شويه اكسرسايزات على الايكويشنز وبنكون انهينا الشابتر المتعلق بالايكويشنز، فان شاء الله الى المقطع الاخر راح نحل ان يكون بعض الاكسرسايز على الايكويشنز ونشوف كيف اليه الحل باستخدام هذه الستبس الخطوات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.